في عندي شهادة كتير. أنا سمعت إنه أنتو حساس عندكم. أجي على بالي إنه نحن إيما جينا من حرب هون، كان سكننا بهون فسدينا، كان محتاجين، أجرنا بيت ما في 1700، وكنت كثير زعلانة، بس ربنا معنا. كان إيما جينا أخذنا هاي البيت، وبعدين بدنا ندفع ما في 700، في عنا 1700 ما في. صرنا نبكي، وتميت عندي كان ما بعرف 200 دولار، بعدت 100 دولار لسوريا. ابني قالت ماما انت لسنا نحن محتاجين، كيف بدك تبعت 100 دولار لسوريا يعني حل؟ قلت انا ما بدي اصير زنجين من هاي 100 دولار، خلي اعيشوا هنيك 100 دولار بتصير 50,000 سوري يعني، كمل يعني شهر بيعيشوا. ايه ما تذكرت هاي بعثت ب 100 دولار. بعد جمعة دق الباب، شوف المعجزة يا اخواتي يا اخوي، انا بصلي مؤمنة وعندي شهادة كتير، بس هلا بتدور. دقيت الباب فتحت انه في ولد صغير ما بعرف يعني ما بعرفهم ارملي، قال المعروف بيت المعروف، قلت له ايه انا، قال هاي ظرف عطاني شو في جواتها يا اخوي 700 دولار. كان محتاج عندي 700، شوف انا بعثت 100 دولار اجاني 700، صرت ابكي اقول يا ربي انت حي انت حي. هللويا امين، هللويا هللويا. ايوه انا كل يوم بفتح كرمه لنص الليل، كل يعني كل واحد كيف ياخذ، كل واحد بالصبح بفيق ياخذ فيتامين، انا كل يوم بس باخذ فيتامينات كلام الرب. امين.